السلام عليكم واهلا بيكم بفيديو جديد. الفيديو ده يخص المحلات. اي حد عايز جملة، ده مكتب للجملة، منبع جملة المنشية. جايب لكم بقى الحاجات الرجالي كلها، عندنا السويت شيرت، عندنا التريننج، عندنا البنطلونات من اول سن الصغير لغاية 5X لارج. ده غير كمان بقى الاسعار الحلوة جدا، وطبعا هو المكان اصلا جملة وبيشحن لاي مكان. تعالوا الاول نشوف العنوان فين. اسوارنا النهارده موجودين في المنشيه، ده شارع النصر عند البنزينه. ادي البنزينه اهي بتاعت شارع النصر. المكان اللي احنا جايين نصوره النهارده فرعين. عندنا الفرع الاولاني في العماره دي، اللي هي العماره اللي فيها هتلاقوا شركه فندق النجف. هندخل الدخله دي وهنطلع الدور الثاني عند آل عيسى. الدور الثاني عند مكتب آل عيسى، ده كده الفرع الاولاني. تعالوا اوريكم الحاجات اللي موجوده فيه، وبعد كده ان شاء الله نروح للفرع الثاني. السلام عليكم. ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. احنا النهارده اول مره نصور عند آل عيسى. قول لنا بقى المكتب بيبيع ايه بالظبط، وتخصصه في ايه، وكل الكلام ده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا معانا سويت شيرت من اول المقاس البيبي لحد المقاس الخاص لحد 6 اكس. حلو قوي. لغايه 6 اكس موجود؟ 6 اكس. بس البيع بجمله. جمله. تمام. يعني البيبي ده بيبتدي السيريا من مقاس 2 لحد مقاس 8. حلو قوي. صبياني وبنات. عندنا اشكال كتير. تمام. يعني كل مرحله ممكن زياده عن 30 شكل. ما شاء الله. زي الفل. الاسعار من اول ابو بلاش لحد ابو فلوس. زي الفل، الله ينور. تمام. وماتيريال وطبعا متبطن اهو من جوه، كل الحاجات دي سعر جمله. كله انتاج المكان. تمام. زي الفل. هنا بقى حاجه زي كده شكل تاني. حلو قوي. طبعا اي استفسار انا هسيب لكم ارقام التليفونات، تتواصلوا مع الناس في المكتب هنا لو عايزين. في شحن عندكم؟ في شحن. في شحن لاي مكان؟ تمام. حلو جدا. ده بالنسبه لسويت شيرت الاطفال. هوريكم دلوقتي العنوان، خدوا بقى سكرين شوت العنوان والتليفونات للتواصل طبعا للجمله والنص جمله والنص. صح كده؟ اهم حاجه السريع. اهم حاجه السريع. من اول سريع. تمام. تاجر الجمله ياخد ايه بالظبط؟ معاكي من اول البنطلون البانس من البيبي لحد الماس الخاص، تيشيرت من البيبي الخاص، بس لازم يكون سريع. سريع. حلو قوي. تجيله بسعر المصري اللي هتاخد سعر قصاد المنتج وبتاع، تاخد سعر مش لاقي عند حد. والناس اللي عايزه الاونلاين مثلا عندهم الاونلاين في حاجات نص جمله، يعني ممكن ياخد نص سريع مشكله عادي مع بعض. زي الفل. ايه بقى المنتج التاني الموجود غير السويت شيرت؟ بالنسبه لهنا يا جماعه ده الفرع الاول، في فرع تاني هنلاقي فيه التريننج كامل، وهنلاقي كمان وهنلاقي تاني ترنجات سويت شيرتات بروفلات صوف كله. انما بالنسبه لهنا للفرع ده موجود فيه السويت شيرت الاطفالي، بنطلون وبنطلون رجالي برضو من رجال الاطفال. حلو قوي. اي حاجه من مقاس البيبي الخاص. تمام. عايزين بقى نتفرج على البنطلونات والسويت بانس، ده المشحم ده. استورد. تمام. حلو قوي. دايفنج ده القماشه الدايفنج ده اشكال بقى من الساده للصاعقه. حلو قوي. كل الاشكال، بس طبعا الشرط ان انت لو جمله تاخد سريع. ايوه. انك هتاخد سعر كويس. تمام. زي الفل. كنت عايزه اتفرج على المسات الخاصه والكبيره. النهارده جايبين لكم 5X لارج. بصوا بقى يا بنات، بصوا يا شباب بقى. حلو ده. ده في منه الوان برضو، في منه الوان ومقاسات. ده خامه بيكا متبطنه. زي الفل، الله ينور عليك. تمام. برضو منه مقاسات صغيره لارج اكس 2. ما احنا قلنا من اول الاطفال بقى لغايه 5X اللي هو في منه الوان، واللي هو بيبقى لون البيج بس. لا، في اسود رصاصي. كل يعني كل الالوان تقريبا، او الالوان اللي هي البيزك اللي هي الاساسيه. زي الفل. لا. طب الفرع الثاني فين؟ شايفين مؤسسه الحنين، نفس برضو العماره دي هندخل فيها لغايه ما نروح للمكان اللي هو الفرع الثاني. دي الدخله من هنا، فندق فينوس. بصوا احنا جينا اهو، عدينا السكه يا دوبك ولقينا فندق فينوس. يلا بقى نطلع ونشوف الفرع الثاني. ازيك يا حاج محمد، عامل ايه؟ احنا هنا النهارده في الفرع الثاني، والف مبروك على الافتتاح، ورب يجعله عتبه السعد. ادينا فكره بقى عن المكتب هنا بقى، الفرع ده بيبيع ايه؟ معانا من ترنجات اطفال من اول زيرو لحد تاني اكس. تمام. ان شاء الله. حلو قوي. وايه تاني؟ وفي تيشيرتات اطفال وفي تيشيرتات رجالي. كل بقى اي حاجه تخص الرجالي من اول هم صغيرين. خروج وبيتي. تمام. اول حاجه الترنجات اللي هي المشحمه دي. ان شاء الله. احنا تمام. بس بنبيع جمله بس. فالاسعار مش هينفع نقولها، لان طبعا التعامل هبقى اسيب لكم، سبت لكم كده الارقام التليفونات تتعاملوا معاها. ان شاء الله. اول حاجه عندنا التريننج ده. ترنج اطفال. من 12 لحد ما 16. من 12 ل 16. لحد ما 16، يعني لابس مثلا من اول 8 سنين لحد 12 سنه 14. حلو قوي. وكل واحد ليه لون الوانه. اكيد طبعا. تمام. حاجات 8 تلوان. يعني في حاجات 8 تلوان منها كمان. حلو قوي الستايل ده.
وده البنطلون بتاعه. في الاطفال وفي المحجر بتاعه. وفي قطاعي لو حد عايز يجي ياخد قطاعي حاج. هو احنا معتمدين بس على المحلات، بيعمل في المحلات. لان انتوا اصلا هنا اساس الجمله. اساس الجمله. تمام زي الفل. المصنع للتاجر الجمله على طول. فانت هنا بتشتري من اليد الاولى فبتاخدها بسعر المصنع. الناس بقى اللي عايزين يفرشوا محلاتهم يتفضلوا هنا طبعا، وفي شحن لاي مكان. حلو قوي. تمام زي الفل. تمام ده مقاس 16 زي الفل. البنطلون هو واضح ان الموضه اللي طالعه السنه دي اللي هو المشحم ده صح. اه في مبطن ترنج وايه خروج الترنج ده بيتخرج بيه. ايوه صح رياضي يعني مش بيتي. اه كل ده احنا في فئه المحيرات. اه مقاس 12. تمام يلبس مثلا 11 سنه 12 سنه. حلو قوي. عندكم قناه تليجرام؟ في قناه على الفيس. في قناه على الفيس عشان منتجاتكم مثلا. اه تجهز يعني زي الفل. الموديل الجديد حديث لسه حديث. بصوا بقى عايزه اوريكم، بصوا اللي هو ده الدايفنج. تمام زي الفل. كله خامات مستورده تصنيع مصري. تمام كده اول الشبابي اللي هو بيبقى اكس لارج ده ولا ايه؟ لارج اكس 2. تمام اهو كمان في منه 50 نمره. 50 نمره 50 شكل يعني. اه 50 شكل ان شاء الله. تمام حلو جدا. والاحمر اللي معاك ده جميل. في منه المبطن ده. اه في منه ايه؟ في منه الولفلات. الفلات الولفلات اه اللي هي الخامات دايفنج. بصوا الشياكه زي الفل. طبعا البضاعه زي ما هي. المحل لسه يا بنات اهو فاتحينه. اه ان شاء الله خير يا رب. تمام زي الفل. ده البنطلون في حاجات على شكل سويت بانس وفي حاجات بنطلونات نازل عادي برجل عادي. لا بصراحه الشغل عالي عالي. تمام في مفتوح وفي مقفول. حلو. حاجات الشبابي كلها حاجات خروج يعني. اه خروج يعني. ده بصوا على شكل سويت بانس كده ليجن قطن اهو. تمام التيشيرت بتاعه ده شبابي برضه. شبابي زي الفل. تمام ادي شنو بص على الضهر. اه اه ده عليه ورا وده. تمام مفتوح زي الفل. يعني عندنا المقاسات الكبيره 3 4 5 ده اللي مع حضرتك ايه؟ لابس مثلا بتاع 130 كيلو 140 130 كيلو مستريح. في شكل واحد ولا بيبقى اشكال؟ ده 10 اشكال. 10 اشكال البيك سايز. حلو جدا. عندنا اول حاجه اللي هو البومه. اهو لابس ماسك 130 140 كيلو. تمام زي الفل. مبطنه من جوه برده. في خامات فلات. شكل تاني للمقاسات الكبيرة. ما شاء الله المقاسات دي. اه ما شاء الله دي المتبطنة. حاجة آخر شياكة. البيع يا اللي بيشوفني كل اللي بيشوفني البيع بسعر المصنع. تمام جملة. السعر إن شاء الله هيبقى مفاجأة. أيوة وتجار الجملة ينورونا واللي عايز شحن بيبقى فيه شحن لأي مكان. حلو قوي. تمام. 3 4 5. حلو. دايفنج المقاسات الخاصة. مش البطنون. ده اللي هو الفلات اللي مش عايزين نركز في التطويز. حاجات عالية. اه تمام. التقفيل. والسوس ده. بس مش كل حاجات برضه كله مستورده. تمام حلو. ده بقى الجاكيت بتاعه رياضيه يعني. لا ستايلات كلها خطيره. حاجات بجد قمر. حاجاتكم زي الفل. بدايه الشتوي بقى كده اللي عايز يجي ويفرش بقى المحلات بتاعته. تمام حلو فعلا. مغاره مغاره عليه بقى. اه بصوا الشياكه بقى والجمال. طبعا ده حاجات جديده كلها حديثه لسه. ما شاء الله زي الفل. وده البنطلون بقى. تمام الله ينور. تمام التطريز بقى والجودة. والتقفيل. تمام يعني حاجة براندات كده ما شاء الله. مصري بس التقفيل مستورد. حلو قوي. الله ينور. عندكم بقى ألوان من كل شكل وكل صنف الألوان. بس طبعا البيع زي ما قلنا برضو بالسرية. ايوه زي ما احنا شايفين كده. تجار يجوا يتواصلوا معاهم لأي حاجة. خدنا القسم بتاع البنطلونات كل أنواع البنطلونات. ده قطن كده سويت بانس. تمام زي الفل. ده موديل في طبعا الوان منه خلاص ست الوان. اه ابيض. اه كل دي الوانه. تمام عندنا نوع تاني بقى كمان الارمي اللي طالع ترند جدا. اه تمام بيبقى كام بقى مقاس وكده؟ في الوان منه ولا اللون ده بس؟ بصوا الالوان قد ايه. يعني اللي هيجي هياخد الحاجه كده ايه اللي على وش القفص لسه هم عاملين الحاجات دي. تمام ده موديل تاني. اه ده شكل تاني برضو. تقفيل حلو قوي. تقفيل تحفه طبعا. اه دي الخامات دايفنج. بنطلونات بقى بس حلوه قوي. الوان اسود رصاصي فراني احمر ابيض. يعني عندنا الخامه القطن الخامه الدايفنج الارمي موجود كمان ورا في الميلتون. اه الميلتون كمان زي ما انت عايز يعني.
كله. وده الاوكي برضه. ايوه. موديلات جديده. حلوه قوي. والوان جديده. اه الاورنج اهي، يعني حتى مش الالوان الغامقه وبس، لا في الاورنج وفي الالوان الفاتحه. والطفيه والبني. ايوه. تمام زي الفل. احنا قلنا اتفقنا ان البنطلونات كمان لغايه مقاس 5 اكس من اول الاطفال هنا، اول مقاس 6 لحد 5 اكس، يعني اول مقاس 3 سنين لحد المقاس الخاص. حلو جدا. تمام بصوا بقى ده غطس اه دايفنج كده جميل جدا، يعني هتيجي بقى تنقي اللي انت عايزه هنا. باجي كمان موجود، بنطلونات الباجي بالوانها برده مش ابيض بس يا حاج صح، ابيض اربع خمس الوان كارجو. بصوا الشياكه بقى، ده بقى في حته الارمي بقى دي. تمام الله ينور. سامع انا كلها مستورده دي بابا. اه بصي لا الصراحه اللي هيجي هنا وهو مغمض يشتري. اه ايه ده، ده البنطلون ده شيك قوي، حاجات جديده كلها سخنه. اه ايه سخنه بس جميله قوي تحفه. ده برده في منه الوان برده زي الفل الله ينور عليك. حلو جدا. اطفالي بقى كمان معانا باكتر من شكل، مثلا يعني سامي قولي بسم الله. بسم الله ادي اول منظر. تمام حلو قوي. تمام خامات دي خامات تركي ضاحف هند زي الفل. ده برضو محير الحقيقه، الخامه تحفه بجد، وانت بتطلعها شكلها بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك اللي هياخدها. الله اكبر. جارات كمان موجوده. ايوه اكرام حلو قوي. واي حاجه فيهم من اول سن ال بصي ما شاء الله ده اصغر مقاس، ده كده اصغر مقاس 30 سنه ونص حلو، لغايه المحير بقى في الاطفال ان شاء الله في رجاله منه بس دلوقتي يعني. تمام وبعدين فيوتشر ده حلو قوي. تمام تمام زي الفل. رنجات الاطفال متوفره ان شاء الله من بيبي حاجه زي كده، بيبي بناتي وولادي برضه بنات وولادي ان شاء الله. تمام خامات ميلتون ومتبطل، ادي شكل تاني، ده السن الاكبر بقى حلو من 1 ل 16. وادي البنطلون بتاعه زي الفل. تمام هاتي بقى عسل قوي، 6 اشكال 7 اشكال برده البناتي لغايه 16 سنه كده 6 اشكال 7 اشكال. اه ان شاء الله. تمام مقاس واحد برده. اه في منه اللي هو الراوند وفي منه بالكابتشويا زي الفل عليه الصلاه والسلام. ده كده سويت شيرت الشبابي، ده الشبابي اوله نفسه. تمام ده شكل 30 شكل. اه وكل شكل فيه الوانه 3 خامات. حلو. اول خامه البروش. ايوه في الميلتون في الخامات دي. تمام اسمه ايه ده، حاجه تانية خامه تانية دي. اه بصوا ده تقيل قوي جدا. اه جميل تحفه. وش وده زي الفل، عايز الراوند هتلاقيه، عايز بالكابتشو هتلاقيه. في كمان حاجه كده الالوان المنت الحلوه دي. اه تمام شغل وتقفيل بقى، طبعا الجوده ما شاء الله كويسه جدا زي الفل. ستايل تاني برضو طالع السنه دي ترند حلو قوي، ده دايفنج مش كده؟ بالظبط كده للشباب. ده لغايه مقاس كام؟ لارج اكس 2. حلو. في شكل زي ده وفي منه طبعا احنا بنطلع بنطلع لكم شكلين، بس في اشكال كتير زي الفل في منه 8 الوان الله ينور عليك. اقول لكم في اشكال طالعه ترندي جدا،